بك يا ربا، بك يا بك يا مسحت على وشي بغضب علشان عيني كانت لسه هتروح في النوم، بس طبعا صوت عم حسين بياع البيك يا صحاني. امي كانت لسه جنبي طبطبت عليا وقالت لي اهدى يا رائد، معلش يا حبيبي دلوقتي هيبعد وتنام تاني. كنت قادر اتكلم لان الجرح كان شادد عليا. غمضت عيني كنت بدعي ربنا اننا نسيب المنطقه دي بقى وننقل في يوم من الايام، بس يا ترى اللي تمنيته حصل؟ ده اللي هنعرفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، حلقة جديدة مستوحاة من أحداث حقيقية كتيرة جدا ومن كتابة ليزا زغلول. حلقة جامدة وجديدة وهتعجبكم أنا متأكد، وما تنسوش في مفاجآت بخصوص معرض الكتاب في نهاية الحلقة. يلا بينا نكمل؟ يلا بينا. كنت واقف في البلكونة وسرحان في المنظر اللي قدامي، بصيت لها بطرف عيني وقلت لها أهو كل حاجة اتغيرت، إيه رأيك بقى في الوضع الجديد؟ أنت بقالك 7 سنين مش راحم نفسك، بتشتغل ليل ونهار وبتسعى علشان تخرجنا من الحارة اللي كنا عايشين فيها. أيوة، علشان إحنا نستحق نكون هنا، والناس اللي عايشين في الكومباوندات مش أحسن مننا. يا ابني كنا خدنا شقة على قدنا، إحنا إيه اللي وصلنا للناس دي بس؟ لا احنا زيهم واحسن كمان يا امه. اللي تشوفه يا ابني، انا خلاص مش هناهد معاك في حاجه انت مقتنع بيها. طيب ممكن تقومي تعملي لي شاي؟ حاضر يا ابني. اول ما خرجت من البلكونه غمضت عينيا، حسيت بغصه في قلبي. هي ما تعرفش انا وصلت لهنا ازاي ولا خسرت ايه، بس مش مهم، احنا هنعيش في الدنيا دي مره واحده ولازم نستمتع بكل ما فيها وباي تمن. سرحت في السنين اللي عدت وهي كانت فاكراها راحت على الشغل، مع حق، ما أنا كنت برجع كل يوم البيت مهدود حيلي، وكل ما تسألني كنت فين أو مالك كنت أقول لها شغل. وحقيقي مش عارف هي صدقتني إزاي، هو مش قلب الأم دليلها؟ إزاي ما اكتشفتش إني كنت بكدب عليها؟ دول 7 سنين مش 7 أيام. ثم أنا لو عشت عمري كله أشتغل مش هعرف أجيب ربع تمن الشقة اللي إحنا قاعدين فيها دي. لكن للحظة حسيت بسخونية جامدة بين إيديا. اتنفضت وبصيت بخضة، لقيتها حاطة كوباية الشاي بين إيدي. يا أمي مش تقوليلي إنك عملت الشاي، إزاي تحطيه كده على غفلة؟ يعني لو كانت قلب عليا كنت هعمل إيه دلوقتي؟ يا ابني ما أنا من ساعتها واقفة وعمالة أنادي عليك، بس أنت اللي كنت سرحان ومش بترد. أنا قلت لما أحطه هيلسعك وهتفوق، بس ما كانش قصدي خالص يجرالك حاجة بسببي. أنا ما استحملش عليك الهوى يا ضنايا، ده أنت حتة مني. حسيت إني ضايقتها من غير سبب فقربت من راسها وبوستها. معلش يا أمي، أنا بس متوتر الفترة دي، ما تزعليش مني، والله ما أقصد. لا يا حبيبي، معاش ولا كان اللي يزعل منك. ما تتوترش ولا تضايق نفسك، كل حاجة هتعدي وهتبقى زي الفل. يا رب يا أمي، علشان حقيقي خلاص ما بقاش ينفع ارجع خطوه واحده لورا، ده انا ما صدقت اوصل هنا وامسك في الدنيا بايديا واقب على وشها واعيش. وادي انت ما تخوفنيش عليك، اياك تمشي ورا الدنيا او تطمع فيها، لان ساعتها هتكفيك على وشك وتقتلك بالبطيء. اللي بيمشي ورا الدنيا بتعمله عبد ليها. وما تنساش يا ابني، كلنا مهما طولنا رايحين للي خلقنا. ما تخافيش يا ست الكل، ابنك قدها، وانت مش عارفاني ولا ايه؟ ادعي لي انت بس وكل حاجه هتبقى مظبوطه بدعواتك. دعيا لك يا ابني من غير ما تقول، وقلبي وربي راضيين عليك. الكلام خدنا وكوبايه الشاي بردت، ينفع كده؟ ثواني وهعمل لك غيرها ولا تزعل نفسك. لا لا اقعدي انت، هشرب في الشغل بقى علشان متاخر. ماشي يا حبيبي، بس انت هتتاخر زي كل يوم. لا حبيبتي ان شاء الله هرجع قبل ما تنامي. وبعدين ما تخافيش، الكومباوند هنا امان قوي والباب بكذا قفل والعماره كلها ناسها مستواها كويس جدا، ما تشيليش هم حاجه، مفيش بني ادم يقدر يدخل هنا الا لو انت فتحتيله.
ربنا يطمن قلبك يا رائد يا ابني. يلا سلام بقى علشان ألحق الشغل، ده الطريق لوحده ياخد مني يجي ساعة ونص. سلام يا حبيبي، خد بالك من نفسك. حاضر يا أمي. بعد ما خلصنا كلام سبتها وروحت على الشغل، وهناك طلع عيني كالعادة. اليوم كان مرهق بطريقة صعبة لدرجة أني لما روحت البيت رميت نفسي على الكنبة، وكنت سامع صوتها وهي بتنادي علي علشان أدخل أرتاح في الأوضة على ما تسخني الأكل. بس أنا خلاص ما كنتش قادر أرفع دماغي ولا حتى أرد عليها، استسلمت للنوم كأني بقالي أيام مطبق وما حسيتش بحاجة من حواليا. كنت شامم ريحة قوية، ولما بدأت أركز حسيت أنها بقت أقوى وأقرب. ما كانتش غريبة عني، حاسس أن أنا شميتها قبل كده. دي ريحة بخور. معقولة هي اللي صحتني من عز نومي؟ بس ثواني، ايه ده؟ في صوت بيقرب من وداني. بيك يا روبا، بيك يا بيك يا. مكنتش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. حاولت اقوم بس جسمي كان متثبت في مكانه وعينيا مش قادر حتى افتحها. فضلت على الوضع ده كام دقيقه، وصوت عم حسين بتاع البكيه كان بيقرب مني لدرجه اني حسيت انه جنب ودني. اتنفضت بفزع، بصيت حواليا لقيت امي قاعده على الكرسي ووشها مخطوف، ومع بصيتي قربت مني وقالت لي بخضه: مالك يا رائد؟ فيك ايه يا حبيبي؟ ما كنتش عارف ارد عليها علشان جسمي كله كان بيتنفض ومش قادر اسيطر عليه. كنت لسه نايم على الكنبه بهدومي، جسمي كله عرقان. حطت ايديها على كتفي وطبطبت عليا: انت شفت كابوس صح؟ هزيت دماغي وفضلت ساكت لاني ما كنتش عارف اقول لها ايه. طب استغفر ربنا كده وقوم اتوضى وصلي، انا سخنت الاكل وفضلت اصحي فيك بس انت كنت نايم زي القتيل، قلت اسيبك ترتاح شويه واصحيك تتعشى وتدخل تنام في سريرك. ماليش نفس اكل، اعملي لي بس شاي او قهوه على ما ادخل اطص وشي بشويه ميه واغير هدومي. مفيش شاي ولا قهوه الا بعد ما تاكل، كل اي حاجه علشان خاطري. ماشي، اعملي لي اي سندوتش خفيف، انا صاحي اصلا ومعدتي مقلوبه. طيب يا حبيبي هعمل لك سندوتش من بتوع زمان. اعملي لي اي حاجه تتاكل على ما اخلص. سبتها واقفه في الصاله ودخلت الحمام. فتحت الميه وبصيت في المرايه، البخار بتاع المياه غطى جزء كبير من المراية بسرعة لدرجة أني ما كنتش شايف كل ملامح وشي. وفي اللحظة دي سمعت صوت همس من ورايا، كان صوت عم حسين بتاع البيكيا: بيكيا روبا، بيكيا. لفيت بسرعة وأنا مخضوض، ما لقيتش حد. خدت نفس عميق وقفلت الحنفية بتاعت المياه وخرجت من غير ما اغسل حتى وشي. دخلت الأوضة وترميت على السرير. اللي حصل لي من شوية في الصالة ده مش مجرد حالة من شلل النوم اللي ناتج عن ضغط الشغل، لأ، الظاهر إن الموضوع أكبر من كده بكتير قوي. اتنفضت على السرير مرة واحدة وبدأت أدور في حاجتي اللي ما كنتش لسه رتبت أغلبها. كنت منهمك قوي وأنا بدور على الصندوق بتاعي لأني متأكد إنه ما ضاعش وإحنا بننقل. وقبل ما ألف علشان أنادي على أمي وأسألها عليه لقيتها واقفة ورايا، مش عارف هي دخلت امتى لاني ما حسيتش بيها اصلا. اتخذت ورجعت خطوه لورا لحد ما مدت لي ايديها بالساندوتش. يلا يا رائد علشان تاكل. خدت منها الساندوتش وقعدت على الكرسي، اما هي فكانت خارجه من الاوضه لولا اني وقفتها. ماما، هو انت ما شفتيش الصندوق بتاعي؟ بصت لي باستغراب ورجعت وقفت قدامي تاني وقعدت على طرف السرير. صندوق ايه يا ابني؟ الصندوق الخشب بتاعي القديم ده اللي كان بابا عاملهولي قبل ما يموت. ايوه افتكرته، هتلاقيه هنا ولا هنا، احنا ما سبناش حاجه في الشقه. انا عارف ان احنا جبناه بس مش فاكر حطيته فين. سيبك انت بس كده وكل وروق وانا هبقى ادور لك عليه، ما تقلقش هيروح فين يعني. ماشي يا ست الكل، معلش بقى هتعبك معايا. تعب ايه بس يا حبيبي، تعبك راحه. أول ما خلصت السندوتش قامت وقفت خدت الطبق مني وخرجت من الأوضة. يلا
نام بقى وريح جسمك شوية، ده انت خلاص كلها كام ساعة وهتقوم علشان تروح الشغل تاني. ماشي حبيبتي، تصبح على خير. تلاقي الخير يا ضنايا. خرجت من الأوضة وسابت الباب متوارب وراها. هي عارفة من زمان قوي ان انا بخاف من الضلمة. بصيت للسقف وغمضت عينيا. دماغي كانت شغالة، مش راضية تفصل، بفكر في حاجات كتير داخلة في بعضها ومش لاقي لها حل ولا تفسير. وهو فضلت على الحال ده بتقلب على السرير لحد ما رحت في النوم. كنت حاسس اني واقف في مكان غريب وحوالي حيطان بيضة طويلة. حاولت اخرج من المكان ده كذا مرة لكن محاولاتي كلها كانت فاشلة، زي ما كنت في متاهة مش عارف اخرج منها. كنت مستغرب ايه اللي جابني مكان زي ده، واتصدمت لما سمعت صوته. حسيت ان الدم اتجمد في عروقي وما بقتش قادر اخد نفسي. اتسمرت في مكاني وما بقتش فاهم حاجة. بصعوبة اتلفت حواليا. صوته كان ساعات بيبقى قريب مني قوي وفجأة يبقى بعيد، بعيد قوي، مع اني ما كنتش شايفه، وده جنني اكتر. ولاني مش شايفه بقيت ماشي ابص عليه يمين وشمال وانادي بعلو صوتي: عم حسين، انت فين يا عم حسين؟ ساعدني اخرج من هنا، انا تايه. بيك يا روبا، بيك يا بيك يا. وقفت وخبطت رجلي في الارض بغضب، وساعتها حسيت ان الارض نفسها انشقت وبلعتني. كنت حاسس بجسمي وهو بينزل لحد ما تهبد، ومع هبدة جسمي فتحت عيني وانا بصرخ من شدة الالم. ما كنتش عارف انا فين، لان الدنيا من حواليا كانت ضلمة، مش سامع فيها غير صوت نفسي وصوت حد بيلهس جنبي وهو بيقول: بيك يا روبا، بيك يا. في اللحظة دي حسيت ان قلبي هيقف من كتر الخوف. ده ما كانش صوت عم حسين، ده حد بيحاول يقلده علشان يخوفني. عم حسين طيب ما يعملش فيا كده. في اللحظة دي باب الأوضة اتفتح وامي دخلت منه. الله، ما انت صاحي اهو، امال ليه قلتلي يا صحيك قبل الفجر ضروري؟ انا قلتلك كده امتى ده؟ لما سبتك ودخلت انام انت جيت اوضتي وطلبت مني يا صحيك قبل الفجر، وبالأمارة أكدت علي أظبط المنبه ومنساش. أنا عملت كده؟ أيوة يا حبيبي أنت، ده أنا استغربت دلوقتي لما لقيتك قافل باب الأوضة ودورت عليك في الصالة بس ما لقيتكش، فجيت أشوفك هنا ولا فين؟ أنت قاعد في الضلمة كده ليه؟ أنا مش عارف مين اللي قافل الباب ولا حتى فاكر أني قلتلك صحيني قبل الفجر. يوه، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ تلاقيك بس الدنيا ملخبطة معاك علشان بقالك كام يوم ما نمتش كويس. أنا هوارب الباب تاني وحاول تنام. غمضت عينيا وفردت ظهري على السرير. كنت مستني النوم يجي بس ما جاش. سلمت أمر لربنا وقمت حضرت لنفسي كوباية قهوة وخدتها وقعدت في البلكونة. كان منظر الشروق جميل جدا. كل حاجة كانت مثالية قوي ما عدا الكوابيس اللي كانت عاملة لي أرق الكام يوم دول. خلصت القهوة وقمت خدت دش وغيرت هدومي ونزلت الشغل. كل ده وأمي لسه نايمة. وصلت بدري على غير العادة وبدأت شغلي، وكان باين إني مش مركز قوي. أصل في اليوم ده تحديدا رجعت لي كذا روشتة من الصيدلية بتاعة المستشفى، وده علشان أغلب أسامي الأدوية اللي كنت كاتبها في الروشتات كانت غلط. والموضوع ما وقفش لحد هنا. على الساعة 3 العصر في ست دخلت وهي شايلة بنتها، وفضلت تصرخ وتقول إن بنتها كانت هتروح منها لولا ستر ربنا. كانت بتهلل وقالت ان اللي هتديها الحقنه كانت عارفه ان عندها سكر. كنا واقفين بنبص لبعض باستغراب، مين الدكتور اللي ممكن يقع في غلطه شبه دي؟ احنا اول حاجه بنسالها للعيانين لو عندهم تاريخ مرضي او حساسيه من حاجه، علشان نعمل حسابنا واحنا بنكتب ادويه المضاد الحيوي بالتحديد. وقتها مدير المستشفى خرج من مكتبه ووقف قدامه وقال لها: اهدي يا ست انتي، انا مقدر اللي انتي فيه، بس مستحيل دكتور عندي هنا في المستشفى يغلط الغلطة دي. بلاش رمي جتت بقى، احنا ممكن نعالج بنتك عادي من غير فلوس، بس بلاش الاسلوب ده. ردت عليه الست وقالت له:
يا دكتور انا هرمي بلايا عليكوا ليه؟ ما الدكتور اللي كاتب الروشته هو واقف وراك يقدر ينكر كلامي. ايوه انا الدكتور اللي كنت واقف ورا المدير، بصيت حواليا ما لقيتش حد غيري. حضرتك بتتكلمي عني انا؟ هو في حد واقف ورا غيرك؟ مش انت اللي كشفت على بنتي الصبح واديتها العلاج ده؟ ما حصلش، انا ما شفتش بنتك دي قبل كده من اصله. يا لهوي عليك، يعني هتطلعني بتبلع عليك كمان؟ ده انا بنتي كانت هتروح مني بسببك وانا استحرمت اشتكيك. تشتكيني؟ تشتكيني ازاي وبايه؟ انا لا شفتك ولا شفت بنتك ولا كشفت عليها ولا حتى كتبتلك روشتات. قعدت على الارض وفضلت تولول. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. دكاتره ما عندهاش قلب ولا ضمير، ربنا ينتقم منكو. ساعتها مدير المستشفى ما قدرش يمسك نفسه، ندح على الامن وامرهم يرموها بره المستشفى غصب عنها. مش كده وبس، ده هددها انها لو جابت سيره المستشفى او قالت علينا حاجه مش هيسكت لها وهيرفع عليها قضيه تعويض ويبيعها اللي وراها واللي قدامها. الست خافت ساعتها وخدت بنتها وقامت مشيت، ومعرفتش اتجاوز اللي حصل، وبان للكل ان انا اتعصبت وتهزيت لدرجه ان المدير نفسه خدني على مكتبه وقال لي: من اول يوم اشتغلت معايا فيه هنا وانا وعدتك اقف جنبك واحفظ لك جميلك اللي عملته معايا زمان، بس انت شكلك تعبان ومش تمام، فلو في حاجه مضايقاك احكي لي. لا والله يا فندم مفيش حاجه، انا تمام الحمد لله. طيب تقدر تروح دلوقتي، ولو محتاج تقدم على اجازه اكتب طلب وانا هوافق عليه، ما تقلقش. متشكر لحضرتك يا فندم، مش عارف اقول لك ايه والله. ما تقولش حاجه، انت زي ابني، ولو في اي وقت وقف معاك حاجه انا موجود. ربنا خليك يا دكتور، هستأذن بقى علشان ما اعطلكش اكتر من كده. اتفضل يا رائد وبطمني عليك. حاضر يا دكتور. من ساعة ما خرجت من مكتبه ونظرات كل اللي حواليا ما كانتش مريحاني. دخلت العيادة وغيرت هدومي وسحبت نفسي بهدوء ومشيت من المستشفى. فضلت ألف شوية علشان ما اروحش بدري وامي تفضل تزن عليا وتسألني راجع بدري ليه وحصل ايه. ورجلي خدتني للجمالية، المكان اللي اتولدت وتربيت فيه. مش عارف ايه اللي جابني هنا، كنت ماشي تايه لحد ما سمعت صوت عارفه وحافظه كويس، كان بينادي عليا: يا رائد يا رائد. لفيت وشي وبصيت لصاحب الصوت وتنحت، لقيت نفسي بقرب منه زي المسحور لحد ما وقفت قدامه. عم حسين ازيك وازاي ابنك؟ عاملين ايه؟ حط وشه في الارض وسكت. يا عم حسين سكوتك ده هيقلقني، هو في حاجه ولا ايه؟ انت اصلك بقالك كام يوم مش بتروح عن بالي وبسمع صوتك في عز نومي. مفيش يا ابني، اهو زي ما انت شايف، دوام الحال من المحال. طب لو محتاج حاجه قول لي، انا ظروفي دلوقتي كويسه واقدر اساعدك ما تقلقش. سابني ومشي وهو بيدندن اغنيه فات الميعاد. فات الميعاد؟ هو الراجل ده مش كان بتاع روبابيكيا؟ ايه اللي حصل له؟ هو اتجنن ولا ايه؟ قال فات الميعاد قال. حسيت ان كل اللي حصل ده اشاره علشان اطمن ان عم حسين بخير ومفيش حاجه تقلقني من ناحيته، وادينا اهو شفته صدفه ولقيته كويس. ساعتها خدت بعضي وروحت على البيت وما اتاخرتش، وصلت في ميعادي زي كل يوم. بعد وصولي قعدت مع امي ودردشنا شويه، تعشيت وفتحت التلفزيون علشان اسلي نفسي لحد ما النوم يجي. بصراحه مش عارف هو جه امتى اصلا. انا نمت في مكاني بالتحديد على الكرسي اللي كنت قاعد عليه، كنت في مكان ضلمه قاعد على كرسي خشب، وريحه المكان كانت وحشه قوي، بس الصوت اللي سمعته نساني كل حاجه. كان عم حسين بيلف حوالين الكرسي اللي كنت متكتف عليه وبيقول لي: فاكر لما تجيلي برجليك ندمان هسامحك؟ ده بعدك. انت مين وعايز مني ايه؟ معقوله؟ معقوله نسيتني؟ انت مش عم حسين، انا شفته النهارده والراجل كويس وزي الفل، انت عايز مني ايه؟ سيبني في حالي يا اخي. شفته فين؟ ده انا جاي مخصوص علشان اخدك عنده.
تاخدني عنده ازاي؟ ما انا كنت في الجمالية النهاردة وقلت لك شفته وكلمته. هيقول لي برضه شفته وكلمته. طب قولك ايه بقى ان حسين مش في الجمالية؟ مش في الجمالية؟ امال فين؟ في اللحظة دي وقف وفضل يضحك بصوت مستفز وعالي. صوت خلاني قلت له انطق عم حسين فين؟ وديته فين؟ يوه انطق بقولك عم حسين فين؟ عملت ايه في الراجل الغلبان؟ صوته سكت بس فضل واقف قدامي. وشه كان لسه بيضحك باستفزاز. استجمعت قوتي وقطعت الحبل. هجمت عليه ووقعته على الارض ومسكته من رقبته. وفضلت اخنق فيه وازعق. انطق بدل ما موتك في ايدي. وديت عم حسين فين؟ حسين مين؟ تحت استعبط. عم حسين بتاع الربابيكيا. حسيت بدوخة. قلت لنفسي اكيد ضغطي واطي من اللي بيحصل. غمضت عينيا وفتحتها كذا مرة ولما ركزت مع الشخص اللي كنت بخنقه اتصدمت. بعدت عنها بسرعة ومسكت ايديها وساعدتها تقوم. جسمها كان كله بارد وبيتنفض. بعدت عني وقعدت على الكرسي وفضلت بصالي بخوف. مسكت دماغي بإيديا وفضلت ساكت شوية. ما كنتش عارف أقول لها إيه ولا برر اللي أنا عملته ده إزاي. بعد شوية قعدت تحت رجليها ومسكت إيديها. شدتها وبعدتها عني. أول مرة أشوف نظرة الخوف دي مالية عين أمي. مش عارف ده خوف مني ولا قلبها بيتقطع على الحالة اللي أنا وصلت لها. سندت راسي على رجلها وفضلت عيط زي العيل الصغير. رجعت سنين لورا واتفتحت في العياط وانا بقول لها انا مش كويس يا ماما، مش كويس، انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ولا فاهم حاجه من اللي بيجرى حواليا. انا ما كانش قصدي اذيكي، انا كنت فاكرك هو، والله كنت فاكرني مين يا رائد؟ كنت فاكرك عم حسين. عم حسين مين؟ بتاع الروبابيكيا اللي كان في الحارة القديمة. وهو ايه اللي هيجيب عم حسين هنا؟ مش عارف يا ماما، بس بقالي فترة بسمع صوته باستمرار وانا نايم وبقوم على كوابيس بسببه. ده انا حتى من شوية لما كنت بخنقك كنت حاسس وشايف اني بخنقه هو مش انتي. سامحيني يا ماما، والله ما كنت اقصد. رجعت تاني عيط وهي فضلت تطبطب عليا لحد ما هديت خالص. وبمجرد ما هديت قالت لي قوم يا رائد، انت مش صغير على اللي بتعمله ده. قوم نام يا حبيبي علشان تصحى فايق بكره لشغلك. لا ماما، بعد اللي حصل دلوقتي ده اعتقد ان انا محتاج اخد اجازه. انا مش هقدر اروح واتعامل مع الناس غير لما افوق شويه واعرف سبب اللي انا فيه ده. ماشي يا دنايا، قوم نام والصباح رباح. ما كانش قدامي غير اني اسمع كلامها واحاول ادخل انام. بس هنام ازاي واعصابي مشدوده ومتوتر كده؟ دخلت الاوضه وقفلت على نفسي الباب ما وربتوش. كنت قاصد اعاقب نفسي على اللي عملته من شويه. الخوف احيانا بيكون عقاب مناسب للانسان علشان يقدر قيمه النعمه اللي في ايده ويحاول يصلح من نفسه. بس للي يفهم، كان في صراع كبير جوايا واسئله مش لاقي لها اجابات. بس انا مش هفضل في المتاهه والحيره دي كتير. انا لازم ارجع الجماليه بكره وادور على عم حسين، ولو حصلت هروح له بيته. لازم اعرف ايه اللي بيحصل. اكيد هو عنده تفسير لكل اللي بيحصل لي ده. يمكن يكون كدب عليا اول مره، بس لا، مش هسيبه بكره الا لما اعرف الحقيقه كامله. فضلت طول الليل صاحي ما بين المطبخ والبلكونه، شاي بقى ونسكافيه وقهوه علشان اضمن اني افضل مطبق لحد الصبح. وفعلا على رنه المنبه بتاع التليفون اتنفضت من مكاني. دخلت الحمام، طصيت وشي بشويه ميه وطلعت غيرت هدومي وجهزت نفسي ونزلت من غير ما اصبح على امي. ما كنتش عارف اصلا هوريها وشي ازاي بعد اللي حصل امبارح. ساعتين زمن وكنت في قلب الجماليه. فضلت ادور على عم حسين بس ما لقيتهوش، كانه فص ملح وداب. قلت يمكن تعبان ومنزلش النهارده، وعلشان كده رحت له البيت. انا فاكر طريق بيته طشاش كده،
والحمد لله وصلت ووقفت قدامه. خدت نفس عميق قبل ما خبط على الباب الخشب القديم، وكان في الدور الأرضي. وبعد ثواني الباب اتفتح ولقيت ولد يجي عنده 10 سنين مثلا واقف قدامي. نعم، حضرتك عاوز مين؟ مش ده بيت عم حسين؟ ايوه هو. انت مين؟ انا رائد. قوله رائد المزين وهو هيعرفني. اقوله؟ الولد سابني ودخل جري على جوه وهو بينادي على مامته. ماما يا ماما، تعالي شوف الراجل المجنون اللي على الباب ده عاوز ايه. فيه ايه يا بسام؟ عيب كده. اول ما سمعتها بتقول يا بسام، عينيا لمعت. هو ده بسام؟ انا اخر مره شفته فيها كان صغير قوي. عينيها جت في عيني، الابتسامه اللي على وشها زادت وزعقت في ابنها. ازاي تقول على حد كده؟ ادخل جوه. الولد بص لها وقال لها، بس يا ماما ما ينفعش اسيبك مع حد غريب لوحدكم. ده مش غريب يا مفعوص انت. اول ما بسام اختفى وقفت على الباب وقالت لي بنبره كلها لوم، لسه فاكرنا؟ والله فيك الخير. صدقيني يا ام بسام، الدنيا كانت ملخبطه معايا قوي. انا والله بسال عليكم دايما، حتى اسالي عم حسين. انا لما قابلته من كام يوم في الحاره سالته عليكم. قابلته فين؟ وامتى حصل الكلام ده؟ قابلته هنا، كنت مخنوق ورجلي جابتني على الحاره فشفته صدفه، فوقفت ودردشت معاه شويه. دردشت مع مين يا ابني؟ انا لو مش عارفاك وعارفه انك متربي وابن اصول كنت صوتت ولميت عليك الحاره كلها. الله، ليه بس؟ هو انا عملت ايه لكل ده؟ انت جاي تقول لي انك قابلت حسين ووقفت اتكلمت معاه؟ حسين اللي ميت بقاله كام سنة؟ نعم ميت. انت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ هو الموت فيه هزار يا ابني؟ ازاي بس؟ وامتى حصل الكلام ده؟ بعد عملية بسام بسنتين، تعب فجأة وما بقاش قادر يصلب طوله، ويا ولده بقى بيحتاج غسيل كلى باستمرار. ومع تعبه ولاد الحلال كانوا بيشيلوا جلسة والتأمين يشيل جلسة، بس وضعه الصحي كان على قده وما استحملش، فربنا رحمه واسترد ودعته. لكن انت جاي دلوقتي بتقول لي انك شفته وقابلته وكمان كلمته؟ ما كنتش عارف ارد اقول لها ايه، سبتها ومشيت من غير ما اتكلم ولا حتى قلت لها البقاء لله. كنت بخبط في الناس اللي رايحه وجايه وفضلت تايه مش عارف انا رايح فين، لحد ما لقيت نفسي واقف قدام باب بيتنا القديم اللي بعناه. رفعت راسي وبصيت على شباك اوضتي ورجعت كام سنه لورا. انا كنت بقف في نفس الشباك واتفرج على اللي رايح واللي جاي. قد ايه كنت بتضايق من صوت عم حسين بتاع الربابيكا لما ينادي يوم الجمعه، علشان كان بيعمل لي ازعاج وبيصحيني بدري في يوم الاجازه. حسيت بصداع فظيع في دماغي، وفجاه سمعت صوته جاي من ورايا، كان بينادي كعادته، بيك يا. ما كنتش عارف انا بلف حوالين نفسي ولا الدنيا هي اللي كانت بتلف بيا. بس فجأة موبايلي رن، طلعته من جيبي بصعوبة وبصيت فيه، كانت امي اللي بتتصل. الو. ايه يا رائد، انت رحت فين؟ مش قلت انك مش هتروح الشغل النهاردة؟ انا في الجمالية عند البيت القديم. ليه يا ضنايا؟ ايه اللي وداك هناك؟ رحت اشوف عم حسين علشان افهم اللي بيحصل معايا. وبعدين ايه اللي حصل؟ طمني. لقيت مراته بتقول انه مات من كام سنة. مات ازاي؟ معقولة مات واحنا ما نعرفش؟ مش عارف ايه اللي بيحصل يا ماما، انا حاسس اني مش كويس. طيب خليك عندك، انا جايالك، ما تتحركش من مكانك. لا لا خليكي وانا هرجع، ما تقلقيش عليا. طب خليك معايا لحد ما توصل. حاضر يا ماما، حاضر، هطمنك لما اطلب اوبر. قفلت معاها وطلبت اوبر علشان ما كنت شايف قدامي ولا قادر اتحرك. وصلت البيت في اليوم ده بأعجوبه، فتحت باب الشقه ودخلت وناديت عليها كذا مره، مع اني ما كنتش قادر اصلب طولي، بس اهو قلت اطمنها. ماما يا ماما. قعدت على اقرب كرسي ومسكت دماغي بايديا
كنت حاسس برعشة غريبة في جسمي، رعشة مش لقيلها مبرر. حتى الجو ما كانش برد، ما كنتش عارف أمي راحت فين. بس بعد شوية سمعت صوت باب بيتفتح، رفعت راسي لقيتها خارجة من أوضتي، زي ما تكون ما حسيتش بوجودي لما رجعت، لأنها اتخضت لما لقيتني قاعد في وشها. جت وقعدت جنبي وحطت ايديها على ظهري وطبطبت عليا. أنا رتبت لك الأوضة وهويتها وبخرتها كمان، حتى الصندوق اللي كنت بتدور عليه لقيته وحطيته لك في الدولاب بتاعك. تسلم يا أمي، معلش تعبتك معايا. تعبك راحة يا حبيبي، فوق كده مال، وما تخليش موت عم حسين يأثر عليك. ده راح ولا جه كان الاسم جار يعني، مش من بقية عيلتنا. مش الفكرة يا أمي، أنا بس مش عارف إيه اللي بيحصل لي، ليه بشوفه وبسمعه وهو ميت من كام سنة. طلع صدقة على روحه، يمكن مش مرتاح أو عليه دين ولا جاء لك علشان تفكه. مش عارف يا أمي بجد، أنا مش فاهم حاجة. لا بقى، أنت لو استمريت على كده كتر التفكير هيجننك. أنت ملكش قاعدة من الشغل، أنت لازم ترجع المستشفى وتركز في حياتك. أنا يا ابني ما تقلقنيش عليك. حاضر يا ماما، هرجع الشغل من بكرة. حاضر. قامت ودخلت المطبخ علشان تحضر الغدا. ساعتها غمضت عينيا وقلت ارتاح شوية، بس كل شوية كنت بتنفض وفوق مفزوع لما أسمع صوته جنب ودني وهو بينادي. ولما أمي خلصت الأكل ما قدرتش أقول لها أني ماليش نفس، قعدت كلت غصب عني. ولما خلصت دخلت أوضتي وفضلت صاحي لحد ما سمعت أذان الفجر. كنت حاسس أن الأيام كلها شبه بعضها وبتتعاد بكل تفاصيلها. معرفش ليه لقيت نفسي بقوم وبدخل الحمام وبتوضى وبصلي. كنت بعيط وبدعي من قلبي أن ربنا يفك عني الكرب اللي أنا فيه، وما كانش قدامي حد ألجأ له غيره. أمي مش هتقدر تعمل لي حاجة، هو وحده بس اللي يقدر يزيح عني اللي أنا فيه. فردت جسمي بعدها على السرير ورحت في النوم. بقالي فترة ما نمتش مرتاح كده. قمت لوحدي الساعة 10 الصبح، كنت عارف أن أنا اتأخرت على الشغل، بس قلت عادي يعني أهو أروح وخلاص. صبحت على أمي ولبست ونزلت المستشفى. أول ما دخلت بلغوني أني متحول للتحقيق. رحت أشوف في إيه، لقيت في كذا حالة مقدمة شكوى فيا أن عيالهم تعبوا بعد الأدوية اللي أنا كتبتها. ولما واجهوني بالأطفال حقيقي ما كنتش فاكر أني شفتهم قبل كده. أنا بيعدي عليا أطفال كتير، بس المصيبة أن كان في شكوى جديدة، شكوى متهمني أني سهلت إجراءات عملية لحد في مستشفى تانية. ساعتها مدير المستشفى تخلى عني وحس أني بعمل مصلحة لحساب مكان تاني، بعد ما كان بيعتبرني ابنه. علي ما كانش مستوعب الكوارث اللي بتتحط فوق دماغي. اتمنيت للحظة أني أموت وأخلص من اللي أنا فيه ده، بس افتكرت أمي، أمي اللي ملهاش غيري. بعدها المستشفى حولتني على النيابة وأخلت مسؤوليتها، وهناك خدوا مني تليفوني ومحفظتي وسابوني في أوضة جانبية واقف عليها عسكري. ولما طلبت منهم أعمل مكالمة لأمي علشان أطمنها عليا، محدش رد. دماغي كانت هتنفجر. قعدت على الأرض وفضلت أخبط بإيدي على دماغي، وفجأة باب الأوضة اتفتح ودخل منه عسكري. قوم، البيه عاوزك. بمين؟ ما تقوم واخلص. قمت ومشيت وراه لحد ما دخلني أوضة في آخر الممر اللي كنت فيه. كنت ببص للناس وأنا مش مستوعب أني جار عليا الزمن ودخلت اسم. وقفت قدام الضابط وما كنتش عارف رتبته، شاورلي علشان أقعد وقال لي أقعد ارتاح يا دكتور رائد. مش رائد برضو؟ أيوة فندم، اسمي رائد. طيب هتحكي لي كل حاجة من البداية ولا هتغلبني وتلف وتدور؟ حضرتك أقسم بالله أنا معرفش أي حاجة عن الحالات اللي بتتكلموا عنها دي. أنا حتى مش فاكر الأطفال دول. أنا بيدخل لي كام طفل في اليوم، إزاي هكون فاكرهم كلهم؟ بس في دي معاك حق، بس أي دكتور بيكتب روشتة، وروشتة بتكون بخط إيده، ثم هم مقدمين روشتات أنت كاتبها بنفسك، وده إثبات كافي. إيه قولك بقى، هتنكر برضو؟ أنا ما شفتش الروشتات دي أصلا. ماشي، نوريك الروشتات علشان تتأكد إنها لبساك لبساك. مد إيده في الدوسيه اللي كان محطوط قدامه وطلع منه كذا روشتة باسم المستشفى.
تحديدا كانوا 3 روشتات لتلات حالات، ولدين وبنت. بصيت في الروشتات بذهول، ما كنتش قادر أصدق اللي أنا شايفه. بصيت للظابط وبلعت ريقي بصعوبة وقلت له ده خطي فعلا، أنا مش هنكر، بس الأدوية دي ما ينفعش تتصرف لأطفال في السن ده. قلبت الروشتات في إيدي وكملت كلامي. أعمار الأطفال دي كلها أقل من 6 سنين، والأثار الجانبية بتاعت الأدوية ممكن فعلا تتعبهم وتعمل لهم تشنجات حرارية وتكون سبب في وفاتهم. حلو قوي ده، يعني دي روشتاتك وبخط إيدك وانت عارف الأدوية وأثارها الجانبية. أيوة يا فندم، بس أنا مستحيل أكتب الأدوية دي للأعمار دي، أكيد في حاجة غلط. أنا بالنسبة لي رأيت شايف إن مفيش حاجة متلخبطة، أنت كده لابس في القضية دي واللي بعدها. اللي بعدها؟ أيوة، في واحدة متهماك إنها كانت جاية تكشف عندكم في المستشفى، وأنت سهلت لها إجراءات كشف وعملية في مستشفى تانية. طيب وليه ما سهلتهوش في المستشفى اللي أنا شغال فيها؟ علشان تبعد عن نفسك الشبهات. شبهات إيه؟ تجارة الأعضاء مثلا. تجارة أعضاء من الأطفال؟ أيوة، الحالة دخلت المستشفى علشان تعمل اللوز، ولما خرجت كان في فتحة بعمق 2 سنتي في بطنها من الناحية اليمين. الأهل اتخضوا وخافوا وراحوا المستشفى اللي عملوا فيها العملية، وهناك أنكروا إن هم عملوا لبنت العملية أصلا، والست ما كانش معاها ورق، علشان كده راحت لدكتور خارجي تطمن على بنتها، وهناك الدكتور صدمها إن بنتهم بكلية واحدة، وعلشان كده اشتكيتك أنت، ما أنت كنت الوسيط اللي ما بينها وما بين المستشفى. مش ده اللي حصل، أنا كنت خارج متأخر من الشغل ولقيت واحدة وبنتها قدام المستشفى. الست كانت مفطورة من العياط، قربت منها وحاولت أساعدها، ولما حكيت لي عن حالة بنتها كلمت دكتور صاحبي في المستشفى التانية لأنه مختص في الحالات اللي زي دي، وبعد كده وصلتها لحد عنده ومشيت، ومن بعدها ما عرفش حاجة عن الموضوع ده نهائي. طيب عندك إثبات على كلامك ده؟ أيوة طبعا، الدكتور نفسه، ممكن تسأله. تمام، قول لنا اسم الدكتور. محمود عبد الرحيم. اكتب يا ابني عندك، هذا وقد أمرنا باستدعاء المذكور اسمه للإدلاء بشهادته في الأقوال المنسوبة إليه. بصلي بعدها وقال لي أما أنت فمنور معانا هنا لحد ما نشوف إيه اللي هيحصل، بس أنت شكلك ابن ناس ملكش في المرمطة، علشان كده مش هنزلك الحبس. نده على العسكري اللي فتح باب المكتب وكان واقف قدامه في ثواني زي الألف، بعد كده بص للعسكري وقال له دخلوا الأوضة اللي في آخر الممر وعينك على الباب، ما تتحركش من قدامه. تمام يا فندي. عارف لما تبقى ماشي في الدنيا تايه، الكل بيخبط فيك وانت مش داري بحاجة؟ جسمي كان بيتنفض، الدنيا بتلف بيا، عيني كانت متثبتة على الباب، عارف ان في أي لحظة العسكري هيدخل ينادي عليا ويعرفوا الحقيقة ويسيبوني أخرج. بس للأسف بعد شوية واجهوني بدكتور محمود عبد الرحيم اللي أنكر إن هو يعرفني وقال إنه موصلوش أي حالات مني. ما كانش قدامي ساعتها غير أمي، بس كنت خايف أورطها معايا، هي الوحيدة اللي بإيديها تنقذني لو شهدت باللي حصل، أصل هي كانت معايا يوم ما وصلت الست وبنتها للدكتور محمود. حكيت للظابط اللي حصل وطلبت منه يطلب شهادة والدتي لأنها كانت معايا في اليوم ده. الوقت كان متأخر والساعة داخلة على 11، شفتها وهي داخلة القسم وأنا واقف في الممر، قربت مني بسرعة وخدتني في حضنها وفضلت تطبطب عليا. ما تخافش يا ابني، أنا في ظهرك يا رائد. دخلت علشان يستجوبوها وسابوني برا، وبعد شوية دخلوني. عينيها كانت مليانة دموع. الضابط بصلي وقال لها دكتور رائد بيقول انك كنت معايا حاجة لما وصل الست وبنتها للمستشفى التانية. حصل، انا كنت معاه فعلا، بس هو ما وصلش حد. رفعت راسي وبصت لها باستغراب، يا ماما افتكري كويس الله يخليك. انا فاكرة يا ابني اللي حصل كويس، احنا ما وديناش اي حد المستشفيات. يا لهوي، انت معايا ولا عليا؟ انت عاوز نكذب يا ابني على اخر الزمن؟ خليكي معايا حاجة، لاخر مرة هسألك، اللي الدكتور رائد بيقوله ده حصل ولا لا؟ لا يا فندم،
احنا ما وصلناش حد المستشفيات. الضابط بص لي ساعتها وقال لي: قلت لك ما تلفش وتدور وتعالى دغري، بس انت اللي اخترت، تقدر تمضي على اقوالك وتروح يا حاجة. طيب ورائد ابني؟ لا حاجة، ده مطول معانا شوية. طب ممكن اقعد معاه 5 دقايق لوحدينا؟ اتفضلي، انا هسيب لكم المكتب وهرجع بعد شوية. بصيت لأمي بعد ما خرج وقلت لها: انت بتسلميني؟ جرى لك ايه؟ عاوز نكذب على اخر ايامي؟ تكذبي؟ هو حد قالك اكذبي؟ انت ليه عملتي كده؟ انا ما عملتش حاجة. انت ما ينفعش تاخد كل حاجة وتفرح وانا عايش بقهرتي. ايه؟ يعني ايه تعيشي بقهرتك؟ مش فاهم، انت بتقولي ايه؟ هو انا قصرت معاكي في حاجة؟ انت خدت كل حاجة، انت حتى ما سبتليش اي حاجة عيش علشانها. انا؟ طب ازاي؟ ده انا شغال ليل نهار علشان اعيشك في مستوى كويس. دي حكاية قديمة وانت بتدفع تمنها دلوقتي. حكاية؟ حكايتي ايه؟ عارف كل اللي بيحصل لك ده بسبب مين؟ اكيد حد بيكرهني وعاوز يوقعني، بس حقيقة انا مش عارف هو مين ولا انا عملت له ايه. انا اقول لك، كل التوهة والكوابيس وقلة النوم والخيالات دي بسبب حبوب الهلوسة اللي كنت بحطها لك في الاكل والشرب. اللي انت بتقوليه ده زي ما بقول لك. مش انا فتحت الصندوق الخشب اللي كنت بتدور عليه وقريت مذكراتك اللي كنت كاتبها بخط ايدك؟ وقتها كنت محتار انتقم منك ازاي، ابوك وعمره خلص بدري، بس انت كل ما كنت بشوفك كنت بتضايق وبكره نفسي. فساعتها الحظ خدمني وقررت اموتك بالبطيء، وحلو ما متش ابقى جننتك. فاكر عم حسين اللي انت عملت لابنه العمليه زمان وسرقت انت ومدير المستشفى الكليه بتاعته؟ انا ما كنتش اعرف، والله ما كنت اعرف، ولما عرفت هددته كنت هبلغ عنه، بس هو زغلل عيني بالفلوس والوظيفه. انا كنت عاوز ارتاح، وكده كده الراجل خلاص يعني كان خف وابنه بقى كويس. كذاب، انتوا دخلتوه يتبرع لابنه وسرقتوه وتقولي خف وبقى كويس؟ والله العظيم انا فضلت متابعه بعدها واتاكدت انه كويس. انا حتى ما اعرفش ان حالته اتدهورت بعد سنتين، ولا اعرف انه ماهت. بس انت ليه بتعاقبيني على حاجه انا ماليش اي ذنب فيها؟ انت وجودك في حياتي كان لعنه، كان لازم تموت، ما كانش ينفع اضحي باخوك السليم علشانك. تضحي باخويا؟ هو انا كان ليا اخوات كمان وانا معرفش؟ كان ليك، وابوك لما عرف بتعبك وانك ممكن تعيش مجنون، ده لو عشت يعني، قرر انه يضحي بيه، يضحي بابنه التاني علشان ينقذك. مش فاهم حاجة، انا مش فاهم حاجة، انت بتقولي ايه؟ كان لسه ابن كام شهر والدكاترة قالوا ان العملية خطر، ما ينفعش ياخدوا منه عينة نخاع لانها هتبقى غلط عليه. ابوك ضحى بيه علشانك، وده رغم انك انت وهو من بطن واحدة، لكن كل ما بشوفك بفتكره وكرهي بيزيد جوايا اكتر واكتر. بس ما تكمليش، ده اكيد كابوس وهفوق منه دلوقتي، اكيد كابوس. للأسف يا رائد دي حقيقة، انا بكرهك قد حبي لابني اللي ابوك خده مني وهو حتة لحمة حمرة، خده وضحى بيه علشانك. مستحيل، لا 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 لا، مستحيل. مش مستحيل ولا حاجة، اللخبطة وكل اللي حصل لك ده بسبب الحبوب اللي كنت بديها لك، وصدقني انا مش هرتاح وانت عايش. انت لازم تروح لهم علشان ده العدل. عدل؟ عدل ايه؟ انت مين؟ انا معرفكيش، انت مستحيل تكوني امي. انا فعلا ما ينفعش ابقى امك، عارف ليه؟ علشان انت شطان ما تستحقش تعيش. في اللحظة دي دخل الضابط وامي زي ما تكون اتحولت، فضلت تبكي وتقول لي: قلت لك يا ابني كذا مرة بلاش الأدوية دي، آخرتها غلط وأنت ما صدقتنيش. أدوية؟ ودي تمثيلية جديدة ولا بتكملي المسلسل اللي بتعمليه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. قامت وقفت وفتحت شنطتها وطلعت منها مذكراتي وادتها للضابط وقالت له: اتفضل يا فندم، دي هتفيدكم في التحقيقات، فيها اعتراف بخط ايده انه قبل كده عمل مصيبة في راجل غلبان. الضابط بصلها باستغراب ومع بصته دي كملت كلامها وقالت له: مش علشان ابني هسكت عن الحق، مادام غلط لازم يتحاسب، لازم يعرف ان الله حق حتى لو هيوصل لحبل المشنقة. شفتها وهي خارجة قدامي لوهلة، حسيت انها شيطان ماشي على الارض. قمت من مكاني بسرعة وهجمت عليها وفضلت اصرخ، كنت بحاول اخنقها علشان اخلص من شرها وطهر العالم من اللي زيها، بس للأسف الضباط والعساكر نجدوها من تحت ايدي. وساعتها فضلت تبصلي وهي بتعيط: يا حبيبي يا ابني يا ضنايا، يا للحبوب لحست مخك، منهم لله اللي بيصرفوا البلاوي دي من غير روشتات، ربنا ينتقم منهم. انت عارف ان دي اغرب قصة انت حكيتها لي عن شغلك من اول ما اتجوزنا، بس تفتكر مين اللي على حق فيهم؟ رائد. رائد في الفترة الاخيرة كان بيعاني من اعراض انسحاب المخدر اللي كان بيتعاطاه. هو كان بيتعاطى؟ ما قدرش اجزم ده كان بمزاجه ولا فعلا كانت والدته هي اللي بتحطه له، بس اعراض الانسحاب كانت واضحة عليه قوي قبل ما ينتحر. ايوه انا فاكرة الفترة دي، دي كانت أيام الخطوبة وأنت كنت فيها مش طايق دبان وشك. فعلا كانت قضية صعبة أوي. طب هو إيه اللي حصل في الآخر؟ اتحكم على رائد يا ستي ب25 سنة سجن، وبعد أول شهر انتحر. طب ووالدته؟ والدته ما كانتش بتحضر جلسات المحاكمة بتاعته ولا بتزوره، زي ما تكون ما صدقت إنها تخلص منه. تفتكر في أمهات بالقسوة دي؟ الإنسان مخلوق من طين، يعني لين، حنية اللي حواليه عليه أو قسوتهم هي اللي بتشكله. معك حق. غمضت عيني، ما كنتش عارف أتخطى اللي حصل لرائد ولا قادر أنسى قصته. أنا كنت كل يوم بالليل بسأل نفسي، هو إحنا ممكن نبقى وحوش ونأذي الناس اللي بنحبهم وننتقم منهم بسبب حاجات هما ملهمش دخل فيها، ولا رائد كان شيطان فعلا ويستاهل زي ماما قالت له؟ الله أعلم. وبس كده، وبهنا تكون انتهت القصه اللي انا قلت لكم في الاول انها تعجبكم، وانا واثق انها عجبتكم. بشكر ليزا زغلول جدا جدا على كتابتها الحلقه دي، وبشكر حضراتكم ان انتوا وصلتوا لحد هنا. وبس كده، بمناسبه بقى المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها في الاول، فزي ما قلت لكم معرض الكتاب قرب، فلازم نعمل حاجه تكون قويه كفايه. دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع السنه دي عامله شغل عالي جدا في ادب الرعب. بيت الياسمين تعاقدت مع مجموعه من اهم كتاب ادب الرعب زي حسين السيد، محمود صلاح، عمرو المنوفي، محمد شعبان، وفهد حسن، وغيرهم كتير طبعا مع حفظ الالقاب، تحت سلسله بعنوان اعمال الرعب الاصليه. اعمال الرعب الاصليه دي سلسله هتلاقوا فيها كميه رعب، يعني خلوا بالكم. ده غير ان هم كمان مقدمين ترجمه هايله لروايات جيمس بوند، ودي اول مره تترجم للعربي. فدار بيت الياسمين بتدعوكم لزيارتهم في جناحهم في قاعه واحد، جناح ب25. وفوق كل ده وده طبعا ليكم خصم، طالما انتوا جايين من طرف محمد خيري يبقى لكم خصم 20% لو قلتوا ان انتوا من طرف محمد خيري، فعيشوا بقى. وانا متاكد ان الاعمال اللي هتنزل في سلسله اعمال الرعب الاصليه هتعجبكم جدا. وبس كده، بهنا تكون انتهت الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه لو انتوا مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتنضموا لجروب عائله الراوي على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس، تنضموا كمان لجروب عائله الراوي على الواتساب علشان توصل لكم القصه بمجرد ما تنزل. ولا تنسوا اخواتكم في فلسطين في دعائكم، عدى 100 يوم وإلى الآن الواحد مش عارف يقول إيه، بس يا رب يا رب ينصرهم ويفك حصارهم على خير. بس كده، بشكركم جدا وأشوفكم الحلقة الجاية، وتصبحوا على خير.